السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في وجدة مشيوات أم شمس. كنتمنى دائما تكون في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غنقترح عليكم بريوش اللي كيجي رائع، ولا قراشل كيجيو لذادين بلا قياس، حشوة اللي كتجي راقية وبنينة. فإن شاء الله هاد البريوش أكيد غادي ينال الاستحسان ديالكم، عليكم إلا تجربوه وكما تعودوا معايا بطريقة اللي جد بسيطة وسهلة كذلك. فما تبخلوش علينا بتشجيعاتكم وكذلك المشاركة ديال الفيديو مع الأصدقاء والعائلة باش يوصل لعدد كبير من الناس، ونمشيو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. فغنعملو طريقة التحضير مع ذكر كذلك المقادير. في إناء كنوضع كأس ونصف من الحليب السائل يكون دافي 240 ملي أو لغرام. كنضيف عليه نصف كأس ديال السكر الحبيبات أو السنيدة 80 غرام، وكنضيفو جوج ديال لي ساشي ديال الفانيلا، كل ساشي يعني كيوزن ما بين 7 حتى 7.5 غرام، وغادي نضيفو 5 المعالق كبار ديال الطحين. الطحين دائما ابيض، نوعيه تكون جيده باش كتعطينا نتيجه مزيانه. كذلك كنضيف معلقه كبيره من خميره الخبز او لا الخميره الفوريه، وكنخلط هاد العناصر كاملين حتى كنتاكد ان ديك الخميره دابت 100%. ما تعملوش الحليب سخون بزاف باش ما يعني تبقى الخميره تفاعل معنا. من بعد كنضيف بيضه كامله، حبه من البيض كنضيفها كامله على هذا الشكل، وغادي نضيف 80 غرام ديال الزبده. بالنسبه للزبده استعملوا اي نوعيه كتفضلوا، حيوانيات، البواطا ديال المارغرين اللي نتوما كتبغيو. المهم انها تكون زبده طريه، يعني تكون بحراره الغرفه، لان غنخلطوها مع هاد العناصر. كنخلط دابا هاد العناصر مزيان كما كتشاهدوا معايا، وإلا كان عندكم الوقت فممكن تعملوا طريقه التخمير اللي كنت كنوضع معكم دائما، فهي راه طريقه زوينه بزاف. إلا كان عندك الوقت فاعمليها، يعني ديك طريقه التخمير الاوليه كنت عملتها معكم بزاف ديال الفيديوهات مسبقه. صافي هنا كنبدا نضيف الطحين كما غتشاهدوا معايا، كنبدا نضيفو في الطحين بشوي بشوي حنا كنعجنو، وما نساوش بطبيعه الحال المليحه باش كتوازن لينا الطعم. بالنسبه للعجينه ديال البريوش يعني ضروري ما تكونش قاصحه، الا كانت قاصحه راها كتكون ما كيجيش البريوش خفيف. بالنسبه لخميره الحلويات فكما شفتوا عملت قليل فقط، يعني غير شويه. علاش؟ لان الطحين عندي هنا ماشي نوعيه اللي هي ممتازه بزاف، فكنعززها بهذيك 2 حتى 4 غرام ديال خميره الحلويات. الا غادي تستعملوا نوعيه جيده من الطحين فبلا ما تستعملوا خميره الحلويات. كنعجن على هذا الشكل. هذا في الاول كنعمل بحال كنخبط العجينه باش ديك الزبده والعناصر كلها كتجانس. من بعد فكنبدا نضيف الطحين وانا كنجمع في العجينه. كما كتلاحظوا معي دائما يعني ما غادي ندلك، ما يعني بدون عذاب، غادي فقط تجمعي العجينه بطريقه اللي معتاده، غير نجمعوها عجينه تكون هكا يعني خفيفه، ولكن ماشي كتسيح اولا كتلصق بزاف بحال هذا الشكل لا، فخصها عجينه اللي تكون شاده في راسها وفي نفس الوقت كتكون خفيفه. بالنسبه لكميات الطحين اللي غادي نحتاجو في هاد العناصر هادو بالضبط، كنحتاج 500 غرام ديال الطحين بالضبط، يعني لا اكثر ولا اقل. كتبقى ديك 10 او 20 غرام على حسب نوعيه الطحين، ولكن دائما كما كنقول لكم اللي تاخذوا بعين الاعتبار دائما هو القوام ديال العجينه. نتوما خصو يكون قوام اللي هو يعني عجينه اللي هي ملساء وكذلك هكا خفيفه وهكا على هذا الشكل. كندهنها بشويه ديال الزيت النباتي وكنغطيو عليها وكنخليوها حتى كيضاعف الحجم ديالها، عاد غادي نكملوا باقي التحضير. بالنسبه للعجين فانا كما لاحظتوا معايا ما خليتوش حتى تضاعف بزاف، مهم اختمرات وزولتها مباشره. نتوما يعني كما كنقول لكم دائما الا عندكم وقت خليوها تضاعف الحجم ديالها. فخديت العجينه يعني زولت لها داك فعل الاختمار اللي وقع فيها، وكان نشكل منها هكا كويرات. بالنسبه للكويرات ف يعني هاد البريوش راهو يعني كيضاعف في الحجم ديالو في الفرن، فمن الاحسن تعملوهم صغيرين. انا عملتهم انا صغار، ولكن راه كما غتشوفوا معايا هما صغيورين، ولكن راه مازال غيكبروا كما غتشوفوا معايا. كنعاود هذوك الكويرات كنعاود نفينيهم مزيان هكا باش يعطوني سطح اللي هو املس، وكنبدا نحطهم هكا في صفيحه الفرن. الا ما كانش ورق طبخ ماشي مشكل، فقط دهنوا صفيحه الفرن بزيت اللي هو نباتي، وكنبدا نحط بطبيعه الحال بعد وما بيناتهم كما قلت لكم لانهم كيتنفخوا مزيان في الفران
كنحاولوا نبعدهم ما بيناتهم. منين كنكمل يعني هاد الكريسات كاملين، كنحاول انني نضغط عليهم هكا، كنضغط عليهم مزيان بحال هاد الشكل هذا كاملين، وكنغطي على هاد الكريسات هادو وكنخليهم حتى كيعاودوا يختمروا. يعني ما تكملوش لهم التحضير حتى تعاود يعني العجينه ترتاح، وراه مباشره كتبدا تختمر لان العجين يعني ديجا خليناه يختمر من قبل. كنغطي عليه كما سبق وذكرت وكنخليها حتى كيضاعف الحجم ديالها. بالنسبه للحشوه فكناخذ بيضه كامله كما كتلاحظوا معايا، كنضيف عليها ساشي ديال الفانيلا، وكنضيف عليها زوج معالق كبار ديال السكر حبيبات اولا سنيده، كذلك كنضيف عليها قبيصه ديال الملح، زوج معالق كبار ديال الزبده اللي تكون طريه، هاد المعلقه الاولى يعني يكونوا عامرين بحال هذا الشكل، زوج معالق كذلك ديال الزبده، وغنحرك هاد العناصر شويه بحال هذا الشكل حتى كتبان لي ديك الزبده تلقات. يعني ضروري تكون الزبده هكا طريه، الا ما كانتش طريه حاولوا تذوبوها غير شويه. هنا عندي بودره اللوز، غادي نضيف منها 6 ديال المعالق كبار مملوئين جيدا على هذا الشكل هذا، ومباشره هنا كنضيفوا 6 المعالق كبار ديال هاد البودره ديال اللوز اللي ممكن تعوضوها بالكاوكاو كذلك بودر، كيبقى لكم الاختيار. كنضيفوا كذلك معلقه كبيره من الطحين اولا النشا اللي كمتوفر عندكم، انا هنا استعملت غير الطحين فقط الابيض، وكنخلط الكل على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد الكريمه فضروري ما تكونش جاريه، هذا هو القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه، وغنقول لكم في الاخير ديال الفيديو علاش. يعني ضروري نخلطوها، فاش نخلطوها نتحصلوا على هذا القوام هذا. الا كانت عندنا جاريه يعني ماشي بحال هكا، فضيفوا معلقه اخرى ديال بودره اللوز بحال هكا، خاصها تكون هكا كريميه وثقيله ماشي خفيفه. كنحطها على جنب وكنرجع للكريسات ديالنا، كنلقاهم انهم اختامروا ارتاحوا يعني واحد 15 دقيقه اخرى. تناخذ كاس، يعني نوعيه الكاس او الحجم ديال الكاس كيبقى على حسب الرغبه. انا ناخذ الكاس العادي، كنعملوا هذاك القاعده ديالو كنعملوها في الطحين ابيض باش ما تلصقش، وكنبدا نعمل حفر في العجينه بهذه الطريقه هذه. فهذه الطريقه راها معروفه وكذلك سهله في التحضير، يعني كنا عملنا بها مملحات وكذلك بريوش بالكريمه ولا بالكريمه الكاسترد اولا الباتيسيي، وكذلك نعملهم بهذه الطريقه. كنضغطو مزيان يعني نحاولوا نشكلوا حفره يعني مزيانه في وسط العجينه بحال هذا الشكل هكا، وكنستمر حتى كنعمل العجين كامل ودوك الكريسات كلهم كنعمل فيهم حفر بنفس الطريقه. مباشره هنا كنجيب الكريمه ديالنا اللي عملتها في جيب حلواني اولا في بلاستيك اللي كان متوفر عندكم، وكنحاول ننزل هذيك الكريمه في القاعده ديال هذا البريوش هذا هكا. وراه بالنسبه لهاد الكريمه وبالنسبه كذلك حتى لهاد المقادير اللي عطيتكم راه كتجي قد قد، يعني قد الكريمه قد البريوش، ما غاديش تليكم لا من العجين ولا من الكريمه. هنا خديت بيضه كامله عملت معاها القليل من الحليب السائل، وكندهن بها دوك الجوانب ديال البريوش ديالنا بحال هذا الشكل هذا، من بعد ما عمرناهم من الوسط بالكريمه ديال اللوز بحال هذا الشكل. كتلاحظوا معايا الكريمه راه ماشي سايحه يعني قابطه في راسها. كندهن مزيان دوك الجوانب وغادي نزينوهم باللوز ايفيلي اولا برقائق عفوا اللوز بحال هذا الشكل. حاولوا تدهنوا مزيان دوك الجوانب باش يتحمروا في الفران ويجيو زوينين في الشكل ديالهم. وبالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري، ممكن حتى تخليهم هكا سامبل يعني حتى يخرجوا من الفران ودهنوهم الجوانب بالناباج، اولا يعني تزينوهم بهذه الطريقه هذه لوز ايفيلي اولا مهرمش. مادام اننا عاملين اللوز في الحشوه غنعملوا حتى اللوز في التزيين. عملتوا كاوكاو عملوا كاوكاو في التزيين، يعني اي مكسره استعملتوها في الكريمه غادي تستعملوها كذلك في التزيين، يعني بحال ان غابيل ان هذيك الحشوه راه فيها اللوز. صافي كنستمر على هذا الشكل هذا حتى كنزين هذا البريوش ديالنا كامل الفران. يعني فاش كنعمل البريوش المره الثانيه يختمر غنبدا نشكل فيه، فكنعمل الفران يعني يسخن على عافيه مهيله على خاطرو عاد، يعني ملي كيسخن كندخل البريوش ديالي للفران وكنخلي الفران على عافيه متوسطه. دائما كنقول لكم بالنسبه لهاد المعجنات
ما تنقصوش عليهم باش ما يشربوش ليكم في الفران او لي ينشفو. كنخليهم على عافيه متوسطه غير كيبانوا ليا تنفخوا ونشفوا وتذهبوا من التحت، كنحمرهم من الفوق. هنا بالنسبه للكريمه غادي نعمل فيها شويه ديال حبيبات الشوكولاتة هكا باش تعطينا شكل زوين، لان ديك الكريمه ما كتجيش باينه مزيان بحال هكا. هاتي شوكولاته مره صافي، دابا غادي ندخلهم الفران. فاش كيطيبوا بالطريقه اللي شرحت لكم كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو خفافين ورائعين ومذاقهم فاكيد ان شاء الله الا جربتوهم غادي يوليو كذلك معتمدين عندكم. بالنسبه للكريمه علاش قلت لكم ما تعملوهاش خفيفه باش تجيكم هكا بومبي من الفوق، يعني كتجي بحال التاج من الداخل. فالا عملتوها كريمه اللي كتكون جاريه اولا خفيفه فكتسيح، يعني كتسيح في وسط من البريوش وما كتجيش باينه. هذا هو الفرق ما بين الكريمه اللي درتيها يعني بالطريقه اللي قلت لكم واللي خليتها خفيفه شويه، كيبقى لكم الاختيار. كيجي البريوش ديالنا على هذا الشكل هذا رائع بزاف، خفيف مقطن من الداخل، والكريمه اللوز كتجي لذيذه لذيذه بزاف صدقوني. فحتى الا ما كانش اللوز ممكن تعملوا غير كاوكاو بنفس الطريقه ديال بودره اللوز، فكنت حافظ يعني وضعها يعني في القناه، فطريقه راها جد سهله. هذا اللوز كذلك اللي استعملت هنا راني محضره في البيت، ما يعني ما خديتوش وجاهز وكيجي يعني نفس الشكل والمذاق كيجي صراحه روعه صدقوني. الا جربتوا هذه الطريقه هذه ديال هذا البريوش غادي يعجبكم اكيد، وغيولي عندكم هكا ضروري في الضيافات. حتى الاخوات اللي كيعملوا لي كوموند فراه هذاك يعني كيتطلب بزاف بزاف. فما بقى لي هنا الا نقول لكم شكرا على حسن المتابعه. كانت معكم ام شمس، وغنختم الفيديو ديالي بالصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام.